أكثر من 10 أيام مرت والهرمل تعيش هدوء من دون سقوط للصواريخ، إلى حين تلقت دفعة واحدة 11 صاروخا من نوع جراد سقطت بمعظمها بين الأحياء السكنية مخلفة 4 جرحى إلى جانب الأضرار المادية، مع الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه المنطقة للقصف منذ انتهاء معركة القصير. وبناشد رئيس الجمهورية أنه بالقليل يذكرنا بالأسم، صار 100 صاروخ نازلة على الهرمل، 100 صاروخ. شو عاملة هاي الناس؟ معلش، هودي هلأ عم يضربوا الصواريخ، ما عندهم أولاد مثله؟ ما عندهم أولاد أولاد مثله؟ بدنا نسألهم بس، نحن قادرين نعمل مثله، بس نحن بلا منا بلا ضمير لحتى نزت صواريخ على البيوت المدنية. ما هيدا معلش، نزلوا صار نازلين عنا 100 صاروخ بالهرمل، نزلوا صاروا خايم بعرسال، الدولة زحفت كلها سوى تروح ونزلت صواريخ. هي جاي من الشغل أنا وصلنا لهنا، سمعنا طلعت الصاروخ يعني. أم قلت هدي لا أرجع أروح من هنا، أرجع أبرم البرمي وروح من هنا. أم إجينا الصاروخ يعني. أول شغلة ما عاد في عنا أمان بهالمنطقة، وما عاد فينا نطلع من بيوتنا. يا أخي واحد إذا بدروح على شغله ما عاد يأمن يروح على الشغل يعني. شو صرنا يومين رايحين على المدرسة، رجعوا اليوم كصفة. الصواريخ انطلقت من الحدود الشرقية اللبنانية السورية وسط استغراب الأهالي عن خلفية هذا الاستهداف، لا سيما وأنه جاء بعد يوم واحد على مرور جرحى المعارضة السورية إلى مستشفيات المنطقة عبر مدينة الهرمل تحديدا. هني ما تبين أن الهرمل معقل حزب الله، وهي من عم تطلع العمليات على قصير وعلى ريف القصير. فهني كان من قبل، حتى قبل هلا معركة القصير كان عم يعمل بعض التهديدات للهرمل، انه نحن الهرمل بدنا نقصفها، الهرمل بدنا ندمرها. فموضوع قبل معركة القصير بكثير. هل فاجأتوا اليوم بهذه الصواريخ؟ هلا تفاجأنا مش كثير يعني، بس متوقعين، بس انه مش بهالكثيف. وفيما يتعلق بحادث مقتل ابن بلدة عرسال علي الحجيري، استنكرت عشيرة آل جعفر في منطقة الهرمل هذا العمل، وأكدت أنه لا يوجد أي خلافات مع أهالي عرسال، مطالبة القوى الأمنية كشف ملابسات الحادث لما يحمل في طياته من بذور للفتنة. من مدينة الهرمل، باسل العريضي، قناة الجديد.